قامت منظمة شنغال الهندسية وبالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بتجهيز وتنصيب أجهزة الرافعات القدرة والمضخات والبوردات الكهربائية لمشروع ماء قضاء البعاج. قامت يوم منظمة شنغال الهندسية بتجهيز وتنسيب مشروع ماء بعاج بأجهزة رافعات القدرة والمضخات والبوردات الكهربائية من أجل تحسين وصول الماء إلى قضاء بعاج وإلى الأهالي بشكل أفضل وعادل. طبعا تم تنفيذ هذا المشروع من قبل منظمتنا وبالشراكة مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وبتنسيق وتعاون مع مكتب قائمية قضاء بعاج، مشكورا كانوا متعاونين جدا معنا من أجل إنجاز هذا المشروع. نفذت المشروع بالتسهيل والتنسيق مع قائمية قضاء البعاج، ويقع المشروع في قرية خرباجار لتسهيل وصول الماء بشكل أفضل وعادل إلى أهالي القضاء. بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بالشكر إلى منظمة شنغال الهندسية وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، حيث قامت بإكمال رافعات القدرة ومضخات وكذلك بوردات في مشروع ماء البعاج في منطقة خرباجار ومنطقة العدنانية، وبذلك نتقدم لكم بالشكر ونطلب منكم جهد أكثر في خدمة مشروع ماء البعاج، لأنه يحتاج أيضا إلى بعض الاحتياجات داخل مركز قضاء البعاج، ما يخص المحلات تحتاج إلى ربط بالشبكة وتحتاج إلى ربط جديد أو إعادة تبديل بعض الأنابيب في بعض المحلات في مركز قضاء البعاج، ونتقدم لكم بالشكر ونتمنى لكم الموافقية إن شاء الله. وإحنا نشكر منظمة شنغال الهندسية على ما قدمته إلى مشروع ماء قضاء البعاج ومساعدتهم القوية، وإحنا نشكرهم على هذه وما قدموه من تقوية الكهرباء لإشغال المشروع من معدات كهربائية، فهذا جزاء مشكورين عليه منظمة شنغال الهندسية. بعد سيطرة داعش الإرهابي على محافظة نينوى، دمرت البنية التحتية في الكثير من الأقضية والنواحي، وبعد ترميم هذه المشروع سيبلغ عدد المستفيدين منها حوالي 80,000 نسمة من سكان القضاء. ليزيدي 24، مراد الخالتي، قضاء البعاج.